منذ بدء انتشار الحجر والحظر تحولت الكثير من الأنشطة والممارسات اليومية إلى شاشات الحواسيب وأيضا الهواتف مثل الدراسة، وبعض الناس يزاولون العمل من خلالها. ما نتج عنه الكثير من الفيديوهات الطريفة التي كان ينتقم فيها الطلاب من معلميهم والموظفون بالطبع من مدرائهم. لكن في هذه القصة لم تكن الدعابة متعمدة ولم تكن من قبل تلميذ أو موظف، بل كانت من قبل مديرة إحدى الشركات والتي انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن فعلت خاصية الفلاتر بالخطأ. طيب طبعا الخاصية هذه حولت وجه المديرة كما ترون في هذه الصورة إلى حبة من البطاطس أثناء اجتماعها مع موظفيها. ما زاد من دعابة الأمر أن المديرة لم تستطع إغلاق خاصية الفلتر، فقررت أن تكمل الاجتماع بكل جدية ولكن بوجه البطاطس. طبعا انتهز الموظفون الفرصة وأخذوا صورة مديرتهم بهذا الشكل وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذه الصورة خرجت من بلد المديرة والموظفون والشركة إلى العالم كله في ساعات. حازت صور المديرة المتحولة إلى بطاطس على الكثير من التعليقات، يعني خبر طريف جدا. أول هذه التعليقات هو تعليق من ريتشل التي كتبت: الخبر السار هو أن مديرتي لن تلتقيني غدا، لقد قمنا بإنهاء كل أعمالنا الليلة ولا يزال فريقنا يضحك، سنبقى في المنزل إلى الأبد. طيب تعليق آخر، يعني أصلا هو من المديرة نفسها، هي اسمها ليزت، وكتبت: أنا سعيدة لأن هذا يجعل الناس يضحكون في هذا الوقت العصيب، أرجو أن تبقوا في المنزل آمنين. أخذت الموضوع بحس دعابة يعني وببساطة. إسراء كتبت معلقة: تحياتي للفريق اللي قدر يكمل الاجتماع ومديرتهم بالشكل ده، أنا لو كنت مكانهم ما كنتش قدرت أبدا أكمل من